فخامة الرئيس العماد إيميل لحود، ونقلنا لفخامته شكر وتقدير البحرينيين المطالبين بالحقوق والحريات، وأكدنا له على صمود هذا الشعب في نيل حقوقه. نحن من خلال هذه اللقاءات نقدر مثل هذه الزعامات العربية التي ما فتئت أن تقدم الدعم والمساندة لنضالات الشعوب في إقامة مجتمع متقدم يعمل بالديمقراطية ويؤمن بحقوق الإنسان ويدعم المواطنة والحريات. نود أن أؤكد بأن للأسف مع هذا الكم الكبير من هذا العمر الطويل الذي دخلت فيه الأزمة في البحرين قرابة 4 سنوات، ما زال المنهج الأمني هو الحاكم في البحرين، وهناك يعني كلفة كبيرة يدفعها أبناء البحرين. هذه الكلفة تعود أيضا على الدولة في البحرين جراء هذه الخسائر. لا يلوح هناك إلى حد الآن ما يتعلق بالحل السياسي، لأن هناك انغلاق، السلطة في البحرين تتحمل هذا الانغلاق كونها متعنتة ولا تسمع للمطالبين بالتغيير السياسي ولا تسمع إلى المطالبين بالحريات، فقط تسمع إلى ما يطلبه المنهج الأمني وتفتح في ذلك جدران السجون وتعمل بالمزيد من الأسلحة التي تستخدمها من الخارج والخبرات التي تستخدمها من أجل أن تقمع هذا الشعب. أود أن أؤكد أيضا بأن الهروب من الاستحقاقات السياسية والحقوقية في البحرين إلى مشاريع تندرج تحت العلاقات العامة لن تأتي بنتائج. حوار الحضارات فشل، المؤتمرات التي تعقد في لندن فشلت، وما سوف تعقد في دول أخرى أوروبية كلها أخذت من المال العام موازنات من أجل فقط أن تلمع صورة هذه السلطة التي ما زالت بعيدة عن شعبها. المؤلم والأهم أن النتيجة التي وصلنا إليها هي أن البحرين باتت الأكثر تصدراً في العالم للتعذيب ولأنماط التعذيب، الأكثر تصدراً لاعتقال الأطفال، الأكثر تصدراً في تراجع الصحافة، الأكثر تصدراً إلى استخدام سياسة الإفلات من العقاب. هذا ما يدل على أن هناك دولة باتت تشكل خطراً على أمن المواطنين وعلى سلامتهم، ولا يمكن الوثوق في أن تبقى هذه الدولة تدير شؤون المواطنين وهي تستخدم كل موازنات وموارد الدولة من أجل أن تشكل خطراً على هذا الشعب. بات على المجتمع الدولي اليوم أن يتدخل من أجل حماية المواطنين من هذا الخطر الذي هو مستمر في كل يوم. بات على المجتمع الدولي أن يسمع إلى مطالب البحرينيين. سوف يكون هذا المجتمع مطالب أن يعمل بأخلاقياته الإنسانية وبالوظائف التي أكد عليها في مناطق أخرى من العالم. نود أخيراً أن نقول البحرينيون مصممون على نيل مطالبهم السياسية والدستورية والحقوقية وفي بناء دولة تحترم المواطنة وتحترم القانون وتكون بعد ذلك أنموذجاً للمؤسسات. هذا ما يطالب به البحرينيون، ولن تكون اليد الأمنية فاعلة في المرحلة القادمة. نحن أمام سنة قد تكون حبلة لمزيد من التسويات، نتمنى أن تعود على المجتمع البحريني بمزيد من الخير، لأن هذا الشعب يستحق الكثير
من الخير لأنه بالفعل ضحى وقدم الكثير من التضحيات.